الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم طبعا احنا نتكلم عن موضوع اللي هو الابداع في بعض الأنظمة الإلكترونية وآليات الخدمات الحديثة المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك لعملائها من خلال بعض الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تم تطويرها في دائرة الأراضي والأملاك، وهي على سبيل المثال الحقيبة العقارية التي سوف تقوم بالاعتناء بعملاء الدائرة خارج دائرة الأراضي والأملاك، من حيث أن يقوم العميل بحجز موعد إلكتروني على نظام الدائرة ويذهب الموظف إليه في موقعه للانتهاء من الإجراء المتعلق بإجراء البيع العقار. أما بعض الأنظمة الأخرى هي على سبيل المثال نظام أمين التسجيل، وهو النظام الذي أيضا يعتني بتطوير أو تسجيل الأراضي خارج دائرة الأراضي والأملاك من خلال شركات خارجية تقوم بتسجيل العقار خارج دائرة الأراضي والأملاك، ويتم توثيقها من خلال الدائرة في وقت لاحق. وأيضا نظام التسجيل الذاتي للمطورين الذي يقوم المطور ببعث جميع البيانات عن طريق نظام إلكتروني، وتسهيلا للشركاء الاستراتيجيين وهم المطورين بنقل جميع البيانات من خلال نظام إلكتروني واضح سهل الاستعمال، يقوم بتحميل جميع البيانات على هذا النظام ونقلها إلكترونيا إلى دائرة الأراضي والأملاك، وتسهيلا للخدمات لشركائنا الاستراتيجيين أيضا. وطبعا أيضا في صدد إطلاق نظام أيضا نظام المزاد الإلكتروني، وهو الذي سوف يكون مرتبط بخدمات الإيمارت والذي يتعلق بالسوق الإلكتروني العقاري أيضا، وسوف يتم إطلاقه أيضا حديثا. طبعا هذه كلها بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للانتقال إلى نقلة نوعية في الإبداع والتطوير الأنظمة، وعدم البقاء على الروتين، بل تطوير الآليات والأفكار الجديدة المقدمة إن كانت من العملاء أو من الموظفين أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة خدمات التسجيل العقاري ينبعث منها خمسة أقسام رئيسية من الإدارة: قسم التصرفات، وقسم التسجيل والتوثيق، وقسم تسجيل المشاريع، وقسم ضمان التسجيل، وقسم المزاد العلني. طبعا الإدارة تحت الأقسام الموجودة الخمسة هم محور رئيسي للدائرة، من ضمنها تلبي خدمات العملاء المعتادين على دائرة الأراضي، مما ذلك استحدثنا خدمات جديدة لتسهيل أمور المطورين والمستثمرين، منها استحدثنا التسجيل الذاتي للمطورين لكي الحصول على عدد معاملات عن طريق المطورين بأسرع وقت وأنجز كميات كبيرة. وبالنسبة كذلك قسم التصرفات أوجدنا العملاء الحقيبة العقارية، مما تساعد على انتقال للمستثمر حيث ما كان، وتقوم فيها عملية التسجيل وإصدار شهادة الملكية بدون العودة إلى دائرة الأراضي والجلوس في الانتظار، مما ذلك يساعدهم على حصول خدمة متميزة تريق إلى طموحات المستثمرين. وبذلك نحن العملية هاي ممكن الحصول عليها عن طريق الأونلاين حجز الموعد، ومن ذلك نقوم نحن بالانتقال إليهم. كذلك قسم المزاد العلني سوف إن شاء الله تستحدث له، المزاد العلني يكون عن طريق إلكتروني تحت مظلة الإيمارت السوق العقاري، مما ذلك يساعد على دخول مستثمرين كثيرين من خارج الدولة ومن خارج الدول الأخرى على المزاد العلني ستطرحه دائرة الأراضي والأملاك عن طريق شركة إيمارت إن شاء الله في المستقبل الجديد.